أولاً اسمحوا لي أن أتقدم باسم جدة وأهل جدة وزوار جدة كذلك بتحية إجلال وتقدير لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين على هذا الاهتمام بجدة وبمنطقة مكة كاملة. والحمد لله أن الجهد من قبل الدولة والرعاية من قبل الملك نرى الآن ثمارها. وسوف أختصر مشاعري بجملة واحدة، كنت أقول ارفع رأسك أنت سعودي، واليوم أقول رفعت الرأس يا سعودي. شكرا لكم.